أحيانا نتعب من البعض، نتعب من الخلافات، من الجدل، من الخناق، من أنه نترك ونرجع ونترك ونرجع. نتعب من النقع على نفس المواضيع. وقتها منوصل لمرحلة غريبة اسمها التبلد. إيه التبلد؟ تبلد الأحاسيس والمشاعر. بتصير الأيام تشبه بعض، منصير كأنه عايشين واجب، لم نعرف نترك لأنه مش قادرين، ولم نعرف نبقى لأنه كمان مش قادرين. يا الله شو صعب هالحالة. والمشكلة إنه ولا نصيحة بتنفع معه، لأنه اللي إيديه بالمي مش مثل اللي إيديه بالنار.